يا جماعة النادي الأهلي التزاما منه بخدمة منتخبات وطنه ونزولا منه على رغبة الكابتن شوقي غريب تنازل عن لاعبته خلال هذه الفترة، منهم لاعب بره السن الأولمبي يعني الشناوي أحسن حارس مرمى في أفريقيا، والنهاردة مختار ما شاء الله ضمن أفضل 10 لعيبة في الدور الأول في الدورة الأولمبية، أفضل 10 لعيبة في 16 منتخب كان منهم الشناوي. النادي الأهلي التزاما منه بدوره وخدمة منه المنتخب بلده وافق أنه يروح. فجأة دلوقتي لما اتحاد الكرة بينفذ ما تم الاتفاق عليه، على فكرة لأن هتكتشفوا أن كل الناس دي اللي عمال تسيء للنادي الأهلي وتتهم النادي الأهلي حتى في الدور اللي لعبه في خدمة المنتخب الأولمبي، يقول لك بص عشان المنتخب صعد أجلوا الدوري عشان يلحقوا الأهلي. فيطلع الكابتن احمد مجاهد من طوكيو مع الكابتن احمد شوبير يكشف ان الناس دي فعلا بتتكلم عن غرض حقيقي. نشوف حسما للجدل يا كابتن. نعم. حضرتنا في البدايه اول ما جينا قلنا ان احنا ان شاء الله باذن الله هننهي الموسم في 30/9. نعم. ثم لما حصلت بعض التغييرات قلنا طبقا للمتغيرات احنا ممكن ننهي 26/8 الدوري. نعم. ده في حاله عدم تاهل المنتخب يعني خروج المنتخب. نعم. حصل اجتماع مع الانديه في وجود مندوبين انديه القسم الاول في اتحاد الكوره، وقلنا الكلام ده بوضوح وده قلناه بوضوح قدام الانديه كلها. نعم. بالكامل. يمكن وقتها حتى كان موجود من نادي الزمالك الكابتن حسين السيد وقال انا ما عندناش مشكله ان حتى وقتها قال النادي الاهلي يلعب المؤجلات بتاعته. ما عندناش مشكله حتى لو الدوري اتاخر. الكلام كان واضح جدا في وجود جميع الانديه. اخر مباراه هي مباراة الاهلي واسوان يوم 29. صحيح في بعض الانديه كانت شايفه ان هي عايزه تكسب الفرصه، وبدل ما الاهلي لسه لعبته ما جاتش من الاولمبياد او فرق ما جاتش وتكمل. لكن هو ده الكلام اللي اتقال بالاول وهو ده اللي احنا شايفينه الوضع اللي يعني مش الاوقع. وان كان الموسم كله ما هوش الامثل واحنا معترفين بهذا الامر. نعم. اذا مباراة الاهلي اليوم مع اسوان هي المباراة الاخيرة، والعودة اما 5 او 6 اغسطس او 9 او 10 اغسطس كده. تمام. طيب كان الكابتن حسين السيد اللي هو دلوقتي نادي الزمالك دلوقتي عضو مجلس اللجنة التي تدير نادي الزمالك، يعني هو اقدر واحد يقول لهم يا جماعة احنا اتفقنا على كده، ومش بعيد يكون قال له على فكرة ومندوب كل الاندية. خلينا في الناس اللي بتثير هذا الامر، ما هو بقيه الانديه ما بتثيرش هذا الامر. واخد بالك؟ لكن الفضائيات التي تعبر حتى عن وجهه نظر النادي المنافس متبنيه انها تتكلم وقفوا وازاي والكابتن السيد قال والكابتن السيد عم. المشكله اللي بيقول احمد مجاهد ده بيكشف عن جهل حقيقي، لان الناس حتى ما بتسالش الاجتماع ده حصل فيه ايه؟ يعني ابسط ده شيء. مش جهل يا استاذ ابراهيم، انت ده جهل ده لو احسنت الظن. لكن تبقى عارف وبتجادل. هو ده المشكلة عشان تشوش عليه. ما انا بقول لك كابتن حسين السيد كان موجود. ايه تاني؟ اما يجي حد يعني عايز يثير هذا الامر والبرامج اللي بتناقش ده. طيب ما هو البرامج خلاص، البرامج عايزه تناقش ده. مالهاش دعوه، هي البرامج اللي بتناقش اللائحه ما عندهاش اللائحه والمواجهات المباشره عندها. لكن انا بقى كمان عايز اتكلم على النهارده ناس برضو لازم تبقى فاهمة عشان دي نغمة هتطلع، التغييرات ومش تغييرات ومين اللي سمح ان اللعيبة تسافر وهو كان من المناسب ان موسيماني يدي فرص للعيبة ناقيها راجعة. الراجل متقدم 2-0 وعلي مسؤولية اخرى ان في لعيبة لازم تجهز، ما احناش عارفين هنحتاج لها امتى، مهمة جدا زي محمود متولي كابتن محمود متولي كابتن سعد سمير واستكمال تجهيز اجاييه. الحمد لله طمنا النهارده على اداء كهربا. انا شايف ان اجمل حاجه في مباراه النهارده الثلاث اجوان من ابدع ما يكون. لسه بقى طبعا ثلاث لعيبه في دور نقاها راجعين يتجهزوا من خلال المباراه، هذه مسؤوليه قد يلجا اليها المدرب، لكن التوقعات برضو ظروف الماتش ما تاخدهاش بالصعوبة دي. اللي انا عايز اقوله احنا بقى كنادي اهلي نعمل ايه كأهلوية كجماهير كناس متابعة، لازم نبقى مقدرين كل الابعاد
مش بس قعدتنا قدام الشاشة ان احنا نشوف افضل المواقف للنادي الاهلي. احنا الحمد لله اللي خرجنا من المأزق ده لحد التوقف بكده. كنا نتمنى طبعا، انا رأيي ان اكتر نتيجتين مؤثرتين على ان الدوري ما يبقاش مرتاح للنادي الاهلي تعادل الزمالك معانا، اما كان في خطأ كان يمكن تداركه ونطلع كسبانين الماتش ده، وتعادل بيراميد اللي كلنا شفناه في اللحظات الأخيرة. حتى لو كانت حصلت النتائج السلبية دي كان زماننا دلوقتي مرتاحين بخمس نقاط. طيب على حتة إتاحة الفرصة دي قضية هنحاول نناقشها بعد الفاصل، لكن خلاصة القول في الدوري إنه النهاردة اتحاد الكرة طلع قرار إنه مع انتهاء مباراة الأهلي وأسوان الدوري بيتأجل. يعني المباراة اللي كانت هتتلعب يوم 2 و3 هو مش عارف، تم تأجيلها. التأجيل المحتمل المهندس أحمد مجاهد قال للكابتن شوير على فكرة قبل ما امشي من القاهرة مشروع الدوري، مشروع الجدول محطوط وموقع ورايح في سكتين، لو احنا كملنا بعد دور الثمانية هتبدأ تستأنف الدوري يوم 8 و9 أغسطس. طيب لو انت خرجت من دور الثمانية لا قدر الله هتلعب الدوري 5 و6 أغسطس. البرنامجين محطوطين، المشروعين موجودين، وقالوا ان انا ماضيهم قبل ما امشي، فبالتالي في انتظار ما سيكون. مع كل الاحتمالات اتحطت يعني. ده بناء على ايه؟ بناء على اجتماع سابق مع الاندية. مش علشان لا النادي الاهلي ولا علشان الشناوي يرجع ولا كل الكلام. يا عم هي شوشرة عليك، شوشرة عليك والله، بس شوشرة على دور انت بتقوم بيه. فتقرر هذا التأجيل في انتظار مباراة المنتخب إن شاء الله تعالى الثانية 10 ظهر السبت بإذن الله تعالى. منتخب مصر يحقق المعجزة ويفوز على البرازيل ويتأهل لنصف النهائي، وبلاها دوري خالص. لو عايزين يا أحمد يا مجاهد تأجل الدوري لشهر 10 بس مصر ترجع بميدالية أولمبية لأول مرة في تاريخها في كرة القدم، احنا موافقين.